وربنا سبحانه وتعالى يوعدنا ببيته الكريم. وكان السلف إذا ما أراد مغادرة مكة نظر إلى الكعبة وقال اللهم لا تجعلها آخر العهد بهذا البيت. وكانوا إذا دخلوا مكة قالوا اللهم إن هذا البلد بلدك، وإن هذا الحرم حرمك، وإن هذا الأمن أمنك، فحرم جسدي على النار وأمن روعتي يوم القيامة. وللحاج دعوة مستجابة عندما أول ما يقع نظره على البيت العتيق، والبيت خلف عمدان كثيرة تمنع من رؤيته مباشرة إلا أن يقع نظرك عليه. وأوجب الشافعية طواف الوداع ومعهم الجمهور، أوجبوا طواف الوداع لأجل هذا المعنى، اللهم لا تجعل هذا آخر العهد بالبيت. فالله سبحانه وتعالى يتقبل من الحجيج صالح أعمالهم، ويتقبل من الحجيج دعاءهم، ومن كتب له الحج في هذا العام فلا ينسى مصر من الدعاء بعدما يدعو لنفسه وأهله وأسرته وأحبائه، يذكر هذا البلد الأمين.